تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصبحكم الله بالخير والنور والعافية، ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وإذاعة نور دبي. مستمعينا الأعزاء، أحب أني أرحب بفريق العمل معاي اليوم في التنسيق والمتابعة الأستاذ محمد عمر، وفي الإعداد الأستاذ يوسف سعد وحسني البلاونة، ومخرجنا دائما المتألق الأستاذ أيمن سرحيل، وأنا محدثكم عبد الله جمعة. مستمعينا الأعزاء، قبل لا ناخذ أول فقرة من برنامجنا، أحب أني أذكركم بأرقام التواصل معنا خلال الساعة على 600-55-1414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. طبعا اليوم عندنا مثل ما تعرفون برنامجنا دائما برنامج صحة وسعادة، برامجنا حيوية، ونبدأ في أول فقرة لبرنامجنا لهذا اليوم مع زميلتنا الأخت أسماء الجناحي، وبنشوف معاها دردشة السوشيال ميديا. وأختي أسماء، صبحت الله بالخير والنور والعافية. صبحكم الله بالنور والسرور أخوي عبد الله عليك وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. الله يحييك. شو بتخبرينا في السوشيال ميديا اليوم؟ طبعا المحور قنوات التواصل الاجتماعي هو فيروس كورونا المستجد وهاشتاج كوفيد 19. كان هناك بعض التغريدات يوم أمس، مثل الأشياء اللي كان الإعلان في الإحاطة اللي في حالات أيضا جديدة في دولة الإمارات. نحن كنا حاطين نشرة لبا الناس فيها شوي تفكر في الموضوع. إذا كان في تاريخ مثلا 17 مارس كان عدد الحالات تقريبا 198 ألف في العالم، وإذا كان تاريخ 23 345 ألف تقريبا في العالم. يعني الأرقام زاد 150 ألف حالة في العالم في 6 أيام. فشو بيصير 6 أيام الجاي؟ نحن نبغى الناس بس تفكر في أهمية جلوسها في البيت، إن العدد من الحالات قاعد يزيد في كل العالم، وهذا موضوع عالمي وفي كل مكان. علاجه واللي يخليه يعني ممكن نحن نوقف انتشاره هو إن أنا ألتزم وأقعد في البيت. إذا واحد سير دوام يأخذ احتياطاته يرجع البيت على طول، ما نداعي حواطة ضحوط جو حلو مو وقته، عنا الدنيا كلها وبسنوات كلها نحن نستانس في هذه الأشياء. فنتمنى من الناس كلهم أن يتمون في البيت، وأيضا نتمنى أنهم يشاركونا وجودهم في البيت في هاشتاج خلك في البيت على تويتر والسوشيال ميديا، ويمنشنونا بسيطة في البيت. فنبغى يعني رأفة بالأطباء اللي قاعدين يشتغلون. إن نحن نتمنى أنهم يتمون في البيت. مثل الحالة اللي كانت أمس، شخص واحد لأنه ما أخذ الاحتياطات وقالوا له اقعد في البيت في الحجر المنزلي، 17 حالة كان هو سببها. يعني هذا الشخص شو شعوره؟ إنه هو سبب 17 حالة إيجابية. يعني نتمنى من الجميع أن يقعد في البيت. بعض التغريدات اللي كانت في حساب سمو الشيخ حمدان بن محمد، نتابع يوميا ما يجري حول العالم فيما يتعلق بتفشي فيروس كورونا المستجد، ونرى أن الوضع يزداد سوءا بشكل ملحوظ، ولكن بفضل الله وبفضل الجهود الكبيرة التي يبذلها أعضاء فرق استجابة الطوارئ في الدولة استطعنا تأمين الحماية المطلوبة لمجتمعنا حتى اللحظة. من الآن والحفاظ على سلامة المجتمع علينا جميعا أن نتفهم خطورة الوضع وندرك الحقائق التي تتكشف حولنا. نحن في دبي لسنا بمعزل عما يشهده العالم. هذا الوباء يمثل تهديدا حقيقيا لنا جميعا ولعائلاتنا ولأصدقائنا. الطريقة الوحيدة لضمان سلامة أحبائنا هي أن نتصرف بمسؤولية الآن.
هذه المسؤولية على الجميع بدون استثناء. التباعد الاجتماعي لم يعد خيارا بل باص ضرورة مطلوبة منا جميعا لتأمين سلامة مدينتنا ومجتمعنا. نتذكر جميعا نحن أقوى بتضامننا، نحن هنا من أجلكم، نحن على ثقة بكم وبالتزامكم جميعا، وبتصرفكم بمسؤولية ووعي في ظل هذه الظروف. هاي مجموعة من التغريدات كانت في حساب سمو الشيخ حمدان بن محمد المكتوب. نفسها بالرسالة الصباحية اللي تقول السعادة طاقة إيجابية كبيرة تنبع من القلب لتريح الجسد، فلا تحد هذه الطاقة بربطها بظروفك اليومية. خلينا نكون إيجابيين في هذه الظروف، والإيجابية هي اللي راح تخلينا نفكر ونتصرف التصرف الصحيح. الخوف راح يخلينا نسوي وايد تصرفات غلط ونصدق إشاعات ونسوي أشياء غير صحيحة أو نبالغ في ردات فعلنا، لكن الإيجابية والتفكير السليم والتأني راح يخلينا نحن كلنا نتعدى هذه الظروف. ودمتم بالصحة والسعادة. دمتي بصحة وسعادة أختي أسماء، شكرا لك وشكرا لهالمعلومات الجميلة، وشكرا طبعا لرسالتك اليومية للطاقة الإيجابية. ومثل ما تفضلتي أن نحن اليوم وكل يوم طبعا نحتاج أن نكون إيجابيين، ولكن في ظل الظروف اللي الحالية نحتاج أن الكل يكون متكاتف مع بعض على أساس أن نحن نقلل من انتشار عدوى كورونا فيروس. شكرا أسماء. مستمعينا الأعزاء، خلنا ناخذ فقرتنا التوعوية الثانية وأيضا مهمة. بنتكلم اليوم مع الأخت عليا دخان عن مصادر البروتين للنباتيين. فصبحت الله بالخير أختي عليا. صباح النور. الله يحييك. طبعا اليوم مثل ما قلت الموضوع بيكون عن مصادر البروتين النباتية. نعم. المصادر النباتية طبعا مو بس للأشخاص اللي يمشون على نظام نباتي، ويعني تسليط الضوء على المصادر النباتية، لأنكم ما يجي بالنا لما نقول بروتين مصادر تكون أشياء نباتية. ففي البداية البروتين هو طبعا عنصر أساسي من العناصر الغذائية الأساسية في الجسم، أيضا هو مهم في بناء وترميم أنسجة الجسم مثل أنسجة العضلات في الجسم. أيضا الغذاء الصحي دائما اللي ينصح فيه يكون تقريبا نسبة البروتين في حوالي 20% من مجمل السعرات الحرارية المستهلكة في اليوم. فهذا دليل أن البروتين شيء عنصر ضروري وأساسي في وجباتنا. بالنسبة للاحتياج طبعا كمية البروتين تختلف من شخص للثاني على حسب الوزن وعلى حسب أيضا الحالة الصحية. فإذا ممكن أعطي بس مثال، إذا قلنا شخص يعني الشخص الصحي العادي احتياجه يكون بين 0.8 إلى 1 جرام لكل كيلو جرام من وزنه في اليوم. يعني شخص إذا وزنه 60 احتياجه من البروتين بيكون بين 48 إلى 60 جرام فقط. فهذه تعطينا النسبة الاحتياج اليوم. بالنسبة لمثلا الأشخاص اللي عندهم مشاكل صحية، في بعض المشاكل يحتاجون فيها نسب أكثر من البروتين، وفي أمراض مثل أمراض الكلى نحتاج نعطيهم نسب أقل. فهذا بشكل عام عن البروتين. نعم أختي عليا، أيضا أنت ذكرتي نقطة مهمة جدا بأن يعني حتى الفئة الناس اللي تسوي مثلا بعض أنواع الرجيم اللي يعني اللي ما يحتاج إن البروتين أيضا لابد أن يكون هو على ثقافة وعلى دراية كاملة. نحن دائما ننصح أن أي إنسان بيتبع أي برنامج غذائي للرجيم لابد أن يراجع طبيب العائلة ويراجع الأخصائية التغذية للتأكد من أنه هو كم حصة يحتاج من البروتين في اليوم. النقطة الثانية اللي ذكرتيها وأيضا مهمة بالنسبة للمرضى، يعني لابد أنه يعرف شو طبيعة المرض وشو الأغذية اللي يحتاج أنه يأخذها. يعني فئة اللي هم مصابين بالنسبة للغسيل الكلى ضروري جدا أنه يعرف كم نسبة البروتين اللي يحتاجه أو كم حصة البروتين اللي يحتاجه في اليوم الواحد، لأن المريض بشكل عام يحتاج إلى بروتين، لأن البروتين أيضا يقوي العضلات ويقوي بنية الجسم. خلال فترة المرض يحتاج أن جسمه يكون فيه عنده طاقة ويكون عنده فيه أيضا يعني عضلات. أكيد لا شك. والشخص لما يكون مريض وفي حالة حرجة وفي حالة صحية تعبان، طبيعي أن الشهية تخف، تراكم الأكل يقل. يعني الإنسان دائما يحاول يمنع هذا الشيء، نزول الكبير في الوزن ونزول في الكتلة العضلية حتى تبطئ عملية الاستشفاء للمريض نفسه. المريض اللي عنده جروح، المريض اللي عنده حروق خاصة، هو
البروتين يحتاجونه بشكل أكبر. مرضى الكلى ترى عندنا يعني نوعين، المريض الكلى قبل الغسيل احتياجه يعني نقلل نسبة البروتين بشكل جدا قليل، يعني الشخص العادي ياخذ 0.8 احنا ممكن نعطيه 0.5 بالنسبة لكل كيلو، فاحتياجه نخليه أقل عشان ما نعطي ضغط على الكلى بتصفية البروتين. أما الشخص اللي يبتدأ بالغسيل بالعكس، الغسيل في فترة الغسيل هو يسقط نسبة كبيرة من البروتين خلال الغسيل بالإجراء نفسه، فنحن نزيد لهم نسبة البروتين في الأكل. فلازم الإنسان يعني شيء ما يناسب يعني إذا نظام غذائي لشخص ما يناسب كل الناس، الحالة الصحية وايد تختلف. ومثلا عندنا شخص ما هو ممكن، ناخذ مثال آخر مثلا اللي عندهم أمراض القلب، مشاكل في القلب، كان عندهم ضغطات أسباب قلبية، فيحاولون ينتبهون إن الكوليسترول مثلا في الأكل ما ياخذونه وايد، وأكبر مصدر للبروتين اللحوم كذلك أكبر مصدر للكوليسترول، فبالتالي حيحاول نعطيهم خيارات مختلفة، يقلل من اللحم ممكن يزيد السمك بس بعد ياخذ مصادر نباتية. فالمصدر النباتي جيد مقارنة كجودة أو كامتصاص مش ممثل الحين المصادر الحيوانية، لكن إذا نمهنت المصادر النباتية ممكن أخذ الفائدة البروتين كاملة. نعم. فممكن أعطيكم بعض الأمثلة الأشياء اللي تعتبر نباتية وعالية جدا بالبروتين. من ضمن المقارنة أبن حبة البيضة، بيضة الوحدة فيها 7 جرام بروتين، صدر الدياي 100 جرام في 30 جرام. الحين الأمثلة اللي بقول لكم إياها النباتية ممكن تتعدى حتى نسب هذه. أول مثال عندنا هو فول الصويا. فول الصويا فيه له مشتقات مثل الفول الصويا الأخضر الإدمامي، نص كوب فقط، نص كوب منه فيه 8.5 جرام من البروتين، يعني كأنه يعادل حبة بيضة مثلا. عندنا مثال آخر التوفو اللي هو بعد من مشتقات الصويا، النص كوب فيه 10 جرام من البروتين، وكذلك عالي بالكالسيوم فهو يعتبر بديل لمنتجات الألبان اللي عندهم حساسية من منتجات الحليب البقري. العدس من الأمثلة اللي بعد عالية جدا بالبروتين وعالية بالألياف وعالية بالبوتاسيوم والحديد. فميزة المصادر النباتية مو بس بروتين، بروتين فيها بعد فيتامينات وألياف. النص كوب من العدس فيها تقريبا نفس الشيء 8 جرام من البروتين. الحمص فيه 7 جرام من البروتين، نص كوب المطبوخ، فممكن نضيفه على الأكل على السلطة، شوربة مثلا، شوربة العدس، فنكون أخذنا نسبة جيدة من البروتين. المكسرات أيضا تعتبر نسبتها عالية، عندنا الفول السوداني نص كوب منه المكسرات فيها 20 جرام من البروتين، زبدة فول السوداني التيبل سبون أو ملعقة الطعام الوحدة فيها 8 جرام من البروتين، فهي كلها نسب جيدة تعتبر إذا أخذناها في من ضمن نظامنا الغذائي. في أمثلة أخرى بعد مثل من المكسرات اللوز، تعتبر هذه أعلى نسبتين في البروتين. اللوز أيضا يمتاز بالفيتامين إي، هو جدا مفيد لصحة العيون وللجلد. مصدر آخر اللي هي السبيرولينا اللي هي نوع من الحالب، هذه طبعا تعتبر يعني من المكملات الغذائية الطبيعية، ممكن ناخذها كمصدر كبسولات أو ناخذها باودر. اللي المميز في السبيرولينا أنها جدا مرتفعة بالبروتين ومرتفعة بالحديد والبيتول. دائما الأشخاص اللي عندهم فقر الدم يكون عندهم نقص الحديد والبيتول أو واحد منهم، فالسبيرولينا شيء طبيعي ما يسبب إمساك للي يتعبون من حبوب الحديد. ممكن يعني يجربونها فترة مع العصائر، الروب تنخلط كباودر أو كبسولات وتفيدهم جدا يعني كبروتين وكحديد وأيضا كبيتول، مصدر غني بالبيتول. نعم أختي عليا، عندي بس سؤال من أحد المستمعين عن طريق الرسائل النصية، ويقول ان يعني موضوع البروتين يمكن يعني مفيد النباتي، ولكن بالنسبة للرياضيين ما هي الحصة العلمية الصحيحة يعني نسبة البروتين اللي مفروض هو ياخذها؟ البروتين الحيواني هو يقصد، يعني مش البروتين النباتي. البروتين بشكل عام احنا لما نطلع حسبة البروتين ناخذها بشكل عام، ممكن نخلي بس مصدر من المصادر الحيوانية. طبعا الشخص الرياضي، احنا اول واحد هو الشخص الرياضي واللي يطلع يمشي نص ساعة، هذا شخص عادي. الشخص الرياضي اللي يمارس رياضة شديدة فيها حمل أوزان، التمرين ما يقل عن ساعتين ويكون تمرين مستمر، يعني أكثر عن 3 شهور، يعني شخص مستمر في الرياضة،
هني توصل مرحلة أن شخص احتياجه صار يكون زيادة أكثر من النوم العادي ما يكفي. فالنسبة اللي تعتبر صحية للرياضيين هي 1.5 إلى 1.7 جرام لكل كيلو جرام. نحاول ما نتعدى 2 جرام، لأن إذا زدنا أكثر ممكن نسوي ضغط بعد للكلى، ويبتدي الشخص هذا الرياضي يعني يصير عنده مشاكل في اليوريك أسيد، يرتفع أو الكوليسترول يرتفع، أو مشاكل في وظائف الكلى. دائما ننصح الرياضي بتزيد البروتين، زيد معاها ماي، لأن الماي الصافي، الماي الصافي فما يعطينا ضغط أو مشاكل في الكلى. ممتاز. هي نسبة تعتبر عالية يعني للشخص العادي، ماكسيمم واحد هو ممكن ياخذ 1.7. ممتاز. أستاذة عليا الدخان أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي، شكرا لك، ما قصرتي، شكرا على المعلومات القيمة. ونحن دائما ننصح بالتوازن في التغذية، سواء يعني إذا كان على برنامج بروتين نباتي أو برنامج بروتين حيواتي، ننصح الجميع بأنه يكون البرنامج المتبع برنامج متوازن. شكرا لك. مستمعينا الكرام، بعد ما نرجع من الفاصل عندنا رسالة جميلة جدا لأولياء الأمور، وأيضا بتكون معنا ضيفة الدكتورة هند العواضي، رئيس قسم التثقيف التعزيز الصحي بهيئة الصحة بدبي. فخلكم ويانا إن شاء الله فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مرحبا وسهلا مستمعينا الأعزاء، يا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. أحب أني أيضا مستمعينا الأعزاء أذكركم بأرقام التواصل معنا على 600551414، وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. بنقرأ البرنامج، قصدي يعني رسالتنا لهذا اليوم. يقع على الآباء والأمهات دور كبير جدا خلال الفترة هاي مستمعين الأعزاء بخصوص موضوع تعزيز الوعي والتثقيف الصحي لدى الأبناء حول كورونا فيروس والحد من الإشاعات والتهويل الذي يصاحب هذا المرض عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وطبعا عبر المعلومات الغير رسمية. مهم جدا بأن أيضا يعني الآباء والأمهات يكون عندهم يعني توعية كبيرة جدا، على أساس أن يعني يقدرون بأنهم يردون على استفسارات الأطفال بما يخص موضوع الكورونا فيروس. هناك طبعا الكثير يعني من الآباء والأمهات يتعرضون بشكل مستمر للعديد من الأسئلة الموجهة إليهم من الأطفال حول المرض وأسبابه ومدى خطورته وكيفية الوقاية منه. طبعا هاي الأسئلة تتطلب من الآباء والأمهات إجابات منطقية وإجابات صحيحة تكون بعيدة عن التهويل وبعيدا عن التخويف الذي تنشره بعض الوسائل الإعلام، ويتم طبعا تناقله بين الناس دون الرجوع إلى المصادر الرسمية لمثل هاي المعلومات. طبعا يجب تعليم الأطفال أيضا مستمعين الأعزاء والحديث معهم حول النظافة العامة خلال الفترة هاي، والتخلص يعني الشكل الصحيح بالنسبة للمناديل بعد استخدامها، بحيث يكون يعني حديث الأم وحديث الأب مع الأطفال بشكل يعني مبتسم وبشكل مفرح وبطريقة يعني ودية. كذلك لابد من توصيل المعلومة الصحيحة والمناسبة للطفل وفق طبعا المرحلة العمرية، لأن نحن اليوم نعرف بأن كل مرحلة عمرية له نظام معين وله فكر معين، بحيث أن كيف يستقبل المعلومة. طبعا هذا أيضا جانب مهم، بأن نحن ناخذ يعني المعلومات ونقدمها للطفل وفق العمر أو المرحلة العمرية، بحيث أنه يشعر حتى الطفل بالاطمئنان من الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يتم اتخاذها في مختلف الجهات المعنية في الدولة. أيضا مستمعينا الأعزاء، كذلك يجب توفير المعلومات المناسبة لكل عمر حسب يعني عمره في الوقت المناسب، لأن أفضل مصدر يثق به الأطفال هم الوالدان. طبعا هاي رسالتنا لهذا اليوم، مهم جدا يعني أن الأطفال أيضا يكونون على علم وعلى دراية بالوضع الراهن بالأخص بكورونا فيروس، ولكن لابد أن تكون المعلومات صحيحة والمعلومات يعني مأخوذة من مصادر صحية معتمدة في الدولة.
مستمعينا الأعزاء، بناخذ فاصل قصير وبنرجع لكم، وبتكون معانا الدكتورة هند العوضي، رئيس قسم التثقيف والتعزيز الصحي بهيئة الصحة بدبي، ومحور حديثنا بيكون معاها بخصوص التوعية بكورونا فيروس. فخلكم ويانا إن شاء الله فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، يا مرحبا بكم وسهلا، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وإذاعة نور دبي. أحب أن أذكركم مستمعينا الكرام للتواصل معنا على 6005514114 وعبر الرسائل النصية القصيرة 4006. ومثل ما قلنا لكم بتكون معانا إن شاء الله الدكتورة هند العوضي بعد قليل. مستمعين الأعزاء، حثت وزارة الداخلية والهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات الجمهور على الالتزام بالتعليمات التي تصدرها السلطات الصحية والأمنية المعنية، وفي مقدمتها منع التجمعات إلا قصدي منع التجمعات ولا يكون الخروج من المنزل إلا للضرورة أو لدواعي العمل ولغرض شراء الحاجات الأساسية من الدواء والغذاء والتجوال الخاص بالسيارات الشخصية للعائلة من البيت الواحد ولثلاثة أشخاص كحد أقصى في كل سيارة دون النزول للأماكن العامة، مع الحفاظ على المسافات الأمنية عند الاختلاط العائلي والالتزام بالإجراءات الوقائية ومراعاة التباعد الاجتماعي. مستمعين الأعزاء، الحديث عن هذا الموضوع وأهمية التقيد بالتعليمات والإرشادات الصحية للوقاية من المرض، يسرنا أن يكون معنا اليوم عبر الهاتف الدكتورة هند العوضي، رئيس قسم التثقيف والتعزيز الصحي بهيئة الصحة بدبي. دكتورة هند، صبحت الله الخير والنور والعافية. صباح الخير لجميع المستمعين. الله يحييك دكتورة. دكتورة، في البداية نتحدث معاك عن أهمية مثل هاي القرارات ودورها في منع تعزيز الإجراءات الوقائية في الوقت الحالي عن موضوع كورونا فيروس. طبعا لاحظنا خلال آخر يومين أن الدولة والحكومة زادت من تعليماتها وإرشاداتها الصحية والأمنية، وهذا لأن إحنا حاليا في فترة نعتبرها فترة جدا حرجة في مكافحة مرض فيروس كورونا المستجد. إحنا الحين خلال هذا الأسبوعين لازم إحنا نزيد من إجراءاتنا الوقائية والاحترازية عشان إحنا نقدر نسيطر على هذا المرض ونمنعه من الانتشار بطريقة كبيرة جدا في الدولة. نعم. نعم أيضا دكتورة، يعني هناك الكثير من التعليمات، الكثير من الإرشادات لأفراد المجتمع للتقيد بها. معنى التباعد الاجتماعي وأهميته دكتورة هند في الوقاية من المرض؟ طبعا التباعد الاجتماعي هو يعتبر حاليا هو المفتاح الرئيسي في السيطرة على انتشار هذا المرض. أنا أقصد بالتباعد الاجتماعي أنك نعم. أنت تعزل نفسك حاليا في المنزل، وحتى لو أنت موجود في المنزل تعزل نفسك عن باقي الأفراد العائلة. يعني نقصد بهذا أنك أنت تحافظ على مسافة كافية بينك وبين الشخص الموجود معك في البيت لمسافة لا تقل من متر إلى مترين. نتجنب السلام أو لمسهم، تقبيلهم. أنا أعرف أن هذا الشيء يعتبر حاليا جدا صعب على الأشخاص وخصوصا الأطفال، فإحنا نحاول نقلل من الاحتكاك والتلامس فيما بيننا. وأيضا إحنا لازم نحافظ على إجراءاتنا الوقائية. يعني شو؟ نغسل إيدنا باستمرار، نعقم البيت والأسطح، ما نخرج إلا للضرورة القصوى. مثل ما شفنا التوجيهات الجديدة تقول أنك أنت إذا طلعت من البيت تطلع في سيارتك الشخصية يفضل، نعم. وأن ما يركب معك غير شخصين، يعني ثلاثة أشخاص في السيارة بما فيهم أنت. وبعد مو يعني أن ثلاثة أشخاص في السيارة أنك أنتوا تبعدون جنب بعض لاصقين في بعض، لا. صح. حتى وأنتوا في السيارة حاولوا تحافظون على مسافة كافية فيما بينك وبين الشخص الثاني. مثلا اثنين يقعدون في الكرسي الأمامي وواحد يقعد في الخلف، أو وانت تسوق السيارة واثنين يقعدون في الخلف وبينهم يفضل يكون كرسي. وأيضا التوجهات الأخيرة اللي صدرت
أن ضرورة لبس الكمام زيادة في الإجراءات الوقائية والاحترازية. إحنا صح قبل كنا نقول لا تلبسون الماسكات، لكن الحين عشان إحنا في هذه الفترة الحرجة ونبي نسيطر على انتشار هذا المرض، إحنا زدنا من إجراءاتنا وقمنا ننصح الناس أنكم لا تطلعون إلا إذا كانت ضرورة قصوى. وإحنا شو نقصد بالضرورة القصوى؟ إذا مضطر تروح تأخذ لك أغراض من الجمعية، مضطر تروح تأخذ أدويتك من لها، مضطر تروح للعمل، لأن في فئات ما زالت تعمل وتحارب من أجل سلامة دولة الإمارات، فإحنا هذول إحنا نقصد فيهم بالضرورة القصوى. أيضا إحنا بعد الشخص اللي موجود عندنا في البيت مو بأي حد يقدر يطلع، مثلا إذا أنت صاحب أمراض مزمنة، إذا أنت حامل أو أنت عندك نقص في المناعة لأي سبب كان، إحنا ننصحك إنك أنت ما تخرج عشان تقضي مشاويرك، شخص ثاني ينوب شخص ثاني عنك ويطلع ويروح لهذه الأماكن بالنيابة عنك، لأنك أنت تعتبر حاليا فئة معرضة وفئة ممكن إذا جاسك المرض تتعرض لمضاعفات هذه المرض بشكل أكبر من الباقين. فإحنا دائما ننصح الشخص السليم المعافى اللي يكون عمره شوي صغير هو اللي يطلع ويتقضى ويسوي مشاوير الضرورية هذه. نعم، هاي طبعا دكتورة يعني جانب مهم، ومن يعني من الأشياء اللي يعني تقلل من العدوى، تقلل من انتشار عدوى الفيروس كورونا. نحن دكتورة دائما نتكلم عن موضوع تأثير التجمعات العامة، لو تعطينا نصائح لأفراد المجتمع في هذا المجال، تأثير التجمعات العامة في الوقت الحالي. للأسف صرنا نلاحظ أن الناس قامت تتجمع في بيوتها بعدد كبير جدا، يتجمعون في النيالس على أساس أن هم ما يخرجون من المنزل، ولكن إحنا لما قلنا لكم لا تخرجون إلا للضرورة القصوى مو معناته أن أنتوا تستقبلون الزوار عندكم في النيالس أو في التجمعات. يعني حتى إحنا نبي نقلل من هذا الشيء، إذا تبون تتجمعون ما يتجاوز عدد التجمع العدد الكبير هذا، يعني إحنا ننصح يكون مثلا 10 أشخاص وأنتم متأكدين أن هذول 10 أشخاص ما عندهم مثلا أي عدوى تنفسية، وحتى أنتم إذا قاعدين تحافظون على مسافة كافية بينكم وبين بعض. وطبعا إحنا نفضل أنك أنت تلغي هذه التجمعات حاليا. أنا أعرف أنه شوية ممكن يكون الموضوع صعب على بعض الفئات، ولكن إحنا نحتاج المجتمع أن يتعاون مع الجهات الحكومية والصحية، إحنا ما نقدر نسيطر على هذا الفيروس بدون مساعدة أفراد المجتمع. فعسب شيء محاربتنا لهذا الفيروس وسيطرتنا عليه لازم تكون بتعاون جميع أفرادها من الصغير للكبير. نعم، وأيضا دكتورة يعني موضوع يعني طلب الجهات المعنية المسؤولة في الدولة يعني الناس أنها تقعد في البيت، الهدف منه أن تساعد الجهات الطبية والجهات والمؤسسات والفرق العمل اللي تشتغل 24 ساعة أن تخفف من موضوع انتشار العدوى. دكتورة نتحدث عن الحالات، يعني نحن دائما في هناك تساؤلات إن ما هي الحالات اللي ممكن أن يعني يستوجب يعني مراجعتها للمراكز الصحية لإجراء فحص مخبري للفيروس كورونا. حاليا إحنا ننصح أي شخص قادم من الخارج وعنده أعراض يروح لهذه المراكز ويجري هذا الفحص، عشان مو بأي حد عنده عرض بدون سابقة سفر معناته هو عنده هذا المرض، والعيادات بترفض أن تسوي له هذا الفحص، لأن إحنا ما نبي كل شخص شك أنه عنده هذا المرض يروح ويسوي هذا الفحص. هناك في أولويات، الشخص اللي قادم من السفر هو الشخص اللي أكثر عرضة أنه يصاب بهذا المرض، وخصوصا إذا عنده أعراض. الأشخاص اللي عندهم أعراض وتكون أعراضهم جدا شديدة جدا مرهقة جدا متعبة، هني إحنا ننصحهم بالذهاب للعيادات، والطبيب هناك بيقيم هل يسوي له الفحص أو ما يسوي له الفحص. نعم دكتورة، لو نذكر مستمعينا الأعزاء شو هي الأعراض اللي نحن نتكلم عنها؟ هي أعراض تشبه أي أعراض عدوى تنفسية، وهني هذا هو السبب اللي يخلي الناس تبدأ تخاف وتشك وتوسوس وتقلق. الأعراض هي أعراض تشبه الإنفلونزا، مثل الحمى، الكحة، آلام في الحلق، وفي بعض الناس عندهم
صعوبة في التنفس، لكن أعيد وأزيد وأقول أن مو يعني عندك العرض يعني أنت فيك المرض، ما يحتاج أنك أنت تروح العيادة إلا إذا أنت كنت جاي من السفر خلال آخر أسبوعين أو عندك الأعراض تكون جدا شديدة ومرهقة. نعم دكتورة هند، بس بناخذ السؤال هذا وبنرجع إن شاء الله مع حديثنا معاك. أحد المستمعين يقول صباح الخير، لبس الكمام عند سواقة السيارة لوحدي هل هي ضرورية أو غير ضرورية؟ يعني هو يقصد أنه هو بروحه في السيارة، هل يحتاج أنه يكون لابس الكمام؟ وأنت قاعد في سيارتك ما أعتقد له داعي. هي فكرة الكمام إذا أنت نزلت لمكان أو هذا تلبس الكمام. نعم دكتورة، نتحدث عن أهمية دور الأسرة في تثقيف الأبناء بالممارسات الصحية للوقاية من المرض، ونحن كانت عندنا رسالة اليوم أنا قريتها قبل لا أخذك دكتورة، بأن يعني هناك دور حيوي لأفراد الأسرة وبالأخص الأم والأب، لابد أن يكون هم أيضا عندهم ثقافة في حالة إذا الطفل سأل الأم أو سأل الأب ما هو فيروس كورونا وشو مضاعفاته وكيف الحماية منه، فلابد أن يكون هنا أيضا هناك دور حيوي للأسرة في تثقيف الأبناء بالممارسات الصحية. طبعا أنا دائما أشجع أن إحنا تكون بيننا وبين أطفالنا لغة حوار، ونكون واضحين معهم ونكون صادقين معهم ونشرح لهم الوضع الحالي، هو شو هو الكورونا، شو هي الأعراض، ليش إحنا ما قمنا نطلع مثل ما كنا نطلع قبل، ليش إحنا قللنا من خروجنا، ليش إحنا نعيد وننوه عليكم اغسلوا إيدكم، حافظوا على نظافتكم، حافظوا على نظافة أصبحكم، ليش احنا نقول لكم نظفوا العابكم وكذي. فانا دائما اشجع ان لازم تكون في لغه حوار بين الاهل والاطفال، لا نستهين بذكائهم، هم يعني هم في ذكاء يعني هم جدا اذكياء، يعني احنا نتحراهم هم ما راح يفهمون، لا بالعكس هم راح يفهمون، اذا احنا ما شرحنا لهم هم راح يحسون بالخوف والقلق. فأنا دائما أنصح إن إحنا نشرح لهم بطريقة مبسطة، إذا كانوا في عمر صغير، إذا كانوا شوية أكبر أوعى نعطيهم التفاصيل ونشرح لهم ليش إحنا ما صرنا نطلع مثل قبل، ليش إحنا نقول لكم لا تطلعون وكذي. نعم أيضا دكتورة، الجانب المهم في الموضوع أن يعني اليوم الكل يتلقى الكثير من المعلومات بخصوص موضوع الكورونا فيروس عن وسائل التواصل الاجتماعي كثيرة، لكن نحن رسالتنا اليوم للأسرة وللأم وللأب أن يحاولون يأخذون المعلومات هاي على أساس أن يثقفون عيالهم من الجهات والمصادر الرسمية في الدولة. بالضبط، يعني احنا دائما نقول لهم اذا عندكم اي تساؤل اي استفسار في ارقام موحده منزلينها احنا، وفي عاملين يشتغلون 24 ساعه 7 ايام في الاسبوع عشان هم يجاوبون على جميع استفساراتكم وتساؤلاتكم. لا تاخذون بالاشاعات، لا تروجون للاشاعات، دائما خذوا معلوماتكم من مصادر موثقه، إذا ما متأكدين من معلومة دائما اتواصلوا مع الأشخاص المعنيين للتأكد منها. نعم دكتور، طبعا ننوه عليهم إذا الدولة قالت لكم إجراء معين تتبعونه، مش عشان إحنا بس لازم علينا نسوي هذا، هذا واجبنا إحنا كمجتمع، هاي مسؤوليتنا المجتمعية، والدولة ما راح تصدر أي قرار أو تخليك تسوي أي شيء بدون أي داعي، لا احنا كل الاجراءات وكل الاشياء اللي احنا نقول لكم تسوونها هي وقايه لك ولمجتمعك. نعم اكيد. مستمعينا الاعزاء بذكركم بارقام التواصل معنا على 6005514114 وعبر الرسائل النصيه القصيره 4006، بامكانكم التواصل معنا والحديث طبعا حاليا معنا على الهواء الدكتوره هند العوضي رئيس قسم التثقيف التعزيز الصحي بهيئه الصحه بدبي. دكتوره بناخذ سؤال، عندي سؤال عبر الرسائل النصيه القصيره. سؤالي هو هل من الضرر ان اذا جلست في الحوش او طلعت الفجر امشي في الفريج، هل هو يعني صحي ولا مفروض انه ما يصير؟ يعني يقصد انه يبى يطلع برا او يتمشى مثلا فتره الفجر. حاليا ما في اي تعميم او ارشاد يقول ان الشخص ما يطلع من المنزل اذا كان خصوصا يتمشى في
ممشى قريب من منزله، ويكون بروحه ما مع تجمع ما مع أشخاص. يعني حاليا ما وردنا أي إجراء من الجهات المعنية تمنع هذا الشيء. نعم دكتورة، نتحدث عن وهي الفئة طبعا كثير مهمة وتحتاج إلى أيضا يعني اهتمام بخصوص موضوع فئة العمال وأهمية تثقيف هذه الفئة. أنا أدري أن أنتم كإدارة صحة عامة في هيئة الصحة في دبي عندكم يعني برنامج توعوي وتثقيف لكل الفئات، فلو نتحدث دكتورة عن فئة العمال وأهمية تثقيف هذه الفئة وأهم الأمور اللي يجب يعني التركيز عليها خلال الفترة هاي. طبعا احنا سوينا عده حملات لفئه العمال بلغتهم هم، حاولنا نبسط لهم المعلومه بقدر الامكان، وكانت باللغه اللي هم يفهمونها. وبعد احنا وجهنا المشرفين عليهم ببعض الاجراءات الوقائيه والاحترازيه اللي لازم يسوونها في سكنات العمال او في اماكن عملهم. وبعد حاولنا نركز بعد على ان نراويهم بدل ما نعطيهم الماده المكتوبه تكون الماده مرئيه كفيديوهات، عشان هم يستوعبون ويفهمون شو هو الكورونا وكيف انا احاول اسيطر على هذا الشيء. اهم الاجراءات ان هم يعني يتبعون الاجراء رقم واحد والحفاظ على نظافه اليدين. احنا نعيد ونزيد ونقول حافظوا على نظافه يدينكم. وحين الشيء الثاني اللي احنا ننصح فيه الناس دائما حافظوا على التباعد الاجتماعي، حاولوا تعزلون نفسكم في منازلكم في غرفكم، في خصوصا فئه العمال. اذا كان في اكثر عامل في الغرفه ننصح ان هم يحافظون على مسافه كافيه فيما بينهم، اغراضهم الشخصيه ما يتبادلونها، كل واحد يكون له غرضه الشخصي الخاص، يحافظ على نظافه مكانه ويعقمها باستمرار. في العمل بعد نفس الشيء، محافظة على نظافة إيدهم، تباعدهم الاجتماعي، يعني يحافظون على مسافة كافية فيما بينهم. وإذا أي حد صار عنده أي عارض أو عدوى تنفسية يخبر المسؤول عنه، ويشوف المسؤول هل هذه الحالة تستدعي الذهاب للعيادة أو إلى أي مكان آخر. نعم دكتورة، عندنا دقيقة ولكن حابين نسمع منك بعض النصائح توجهينها لأفراد المجتمع المحلي بخصوص موضوع الكورونا فايروس على السريع. معلي شمر. حاليا الإجراء رقم واحد إن أنتوا ظلوا في بيوتكم، لا تطلعون منها، اتبعوا كل الإرشادات اللي تنزلها الدولة. لازم التعاون فيما بيننا، الكل لازم يتعاون. ما يصير شخص يقول أنا أتعاون والثاني ما يتعاون. لا، أنت إذا تعاونت الثاني راح يتشجع أن يتعاون، إذا شاف أنك أنت ملتزم الشخص الثاني بيلتزم، وهكذا. إحنا لازم ناخذ هذا اللي صار لنا الحين، هذه كلها مسؤولية مجتمعية، كلنا نقدر نساهم ولو بالشيء البسيط في السيطرة على هذا المرض. نعم دكتورة هند العوضي، رئيس قسم التثقيف والتعزيز الصحي بهيئة الصحة بدبي، شكرا لك. مع السلامة. مستمعينا الأعزاء، وصلنا إلى نهاية فقرتنا لهذا اليوم. أحب أني أشكر فريق عملي المبدع اليوم في التنسيق والمتابعة محمد عمر، والإعداد يوسف سعد، ومخرجنا المتألق دائما شكرا أستاذ أيمن سرحيل، وكنت محدثكم أنا عبد الله جمعي. لأن نلقاكم إن شاء الله غدا، دمتم إن شاء الله بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.